سلام يا ابو ربع، هذا مثل يقول جينا ندور الماء ما لقيناه. سمعتوا فيه ولا قد سمعنا فيه؟ ذا سمعت فيه اي تقريبا. جينا ندور الماء ولا لقينا ها قصة. وش ابو تركي؟ وش يقول ابو تركي؟ قصته يا ابو رباح قصه. هذا يقول لك في قوم غزوا قوم، ايوه، وراحوا يدورون. هو اقرب شيء صاحي انت. المهم طال عمرك، وراحوا القوم يبي يغزون لهم قوم، و يبون الحلال ويبون ذا، يدورون ذا، يدورون الغنائم، يدورون الغنائم، يدورون. يوم جو ولقوا يدورون مويه، ما لقوا. قالوا جينا ندور الماء ولا لقينا. يعني ما لقوا ولا غنائم ولا شيء ولا لقوا، بس الماء ما لقوا. حلوة حلوة يا برواح، حلوة. عرفت كيف؟ لقوا غنايم ولا ما لقوا؟ ايوه بالضبط. يجينا ندور الماء ولا لقينا. فهذا المثل صار يعني مشتهر، هذا تقريبا عمره المثل 100 وحاجة اتوقع. اي مرختها الكتب. ما ادري ما عجبتك السالفة. لا حلوة يا ابو برواح. سام؟ مرختها الكتب. اي جو يدورون ماء، راحوا للبير الاول، راحوا للبير. بطول السالفة شوي. البير الاول، البير الثاني، عطني انت كذا. جو للبير الاول، جو للبير الثاني، ما لقوا. الاول نظيف. الاول ايه؟ الاخير، اخر واحد نظيف. اي اخر واحد. فاطلق المثل هذا من يومه، ان جينا ندور الماء ولا لقينا. هذا المثل يعني نستفيد تونا، تو يمر علي انا، يمكن الشباب لا يعني نستفيد منه. معروف هذا ولا؟ اي هذا المعروف، ترى هذا كل الشباب قبل ما ندخل برنامج. شنو؟ هذا المثل يا علي. جينا ندور الماء ولا لقينا. اسلم يا الربع، ترى جو يدورون الماء عشان يتوضون للصلاه ولا لقوا. الله يكتب اجرهم ان شاء الله. في مثل بس ما في قصه، يمكن احد الشباب يعرف. عطنا المثل ونشوف. يقول قحقح في قلبه لا يفقه. معروف. حبك وقع في قلبي. بس المعنى منه يعني قحقح في قلبه لا يفقه، يعني مثل تقول يا ولد العاد تدخل مع الدريشه، تدخل مع الباب. ولا خلصت عود مع الدريشة مع راح مع الباب. تعلم ولا ما تعلم؟ تعلم ما تعلم، قاعد في قلب الله يبقى. صحيح. فيها دت في مثل عندنا حن ودي يمكن اعرف.